طب في ناس كتير اولادهم في مدارس بتدرس كل شيء باللغه الانجليزيه، ازاي اقدر اخلي الطفل ده يحب اللغه العربيه ويتعلمها؟ تمام، ده سؤال جميل جدا. هو عشان يتعلم اللغة العربية ويتقنها كمان لازم أكون أنا بتكلم معاه لغة عربية كويس وبتكلم معاه كتير جدا جدا. أعلمه طبعا القرآن الكريم ويحفظ بعض الآيات، لأن ده بيثبت عنده اللغة العربية. أعلمه برضه بالأغاني والأناشيد، حتى الألعاب اللي هو بيلعبها تبقى ألعاب تعليمية باللغة العربية. الحوار ما بيننا يبقى باللغة العربية. حتى هو لو قال يا ماما يلا نروح لسكول، اقول له يلا نروح المدرسه. تمام يلا، يعني ايه اظبط عنده الكلمات، اخليه برضو يحب اللغه العربيه لما هو يقول مثلا بعض ابيات الشعر بعض الاغاني واسجلها له واخلي زمايله يسمعوها، او ابقى انا فخوره ان هو بيتكلم عربي وانمي فيه الحته دي. تعالوا اسمعوا ابني بيتكلم ايه، ده بيقول ايه، ده بيقول، هيقول لكم ايه قرانيه دلوقتي، ده هيقول مثلا قصه وهيعيد القصه، فيبقى هو فخور ومعتز باللغه.